بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة أمل تشانل. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن معلومة مهمة في تطبيق الإكسل على الجوال. إزاي إن أنا أضيف تعليق في أي خانة من الخانات اللي عندي دي عشان أوضح الخانة دي بتتكلم عن إيه. فأنا مثلا عندي مثلا دي اللي هي 50، دي درجة الترم الأول، تمام؟ وأنا عايزة أوضح حاجة في الدرجة دي، بدوس عليها زي ما شايفين بالشكل ده كده، واجي عندي السهم اللي تحت في اليسار بدوس عليه بالشكل ده، وبعدين ادوس على الصفحة الرئيسية، وبعدين اقول له مراجعة. هنا عندي بقى تعليق، شايفين بضيف تعليق بدوس عليها بالشكل ده كده. انا عايزة اوضح الخانة دي فيها ايه، درجات الفصل دراسي الأول، تمام؟ واجي أدوس على السهم اللي عندي الصغير ده بدوس عليه بالشكل ده كده، يبقى أنا هنا كتبت درجات الصف الدراسي الأول. طيب هنعرف إزاي إن التعليق ده اتحط؟ أنا هاجي أقفل كده. لو جينا قربنا من الصف اللي أنا اخترته ده، في عندي علامة ظهرت ليها وفيها تعليق، علامة فوق زي ما احنا شايفين كده، وشكل التعليق ظاهر عندي. طيب لو انا عايزه ابين التعليق بدوس على العلامه دي، ظهرت لي على طول زي ما احنا شايفين، اتفتح لي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو عايزه اضيف تعليق تاني بدوس على رد، هنا بكتب في رد، عندي هنا رد بكتب جنبها. ممكن بقى ان انا احذف الرساله، بدوس على التلات نقط اللي في الجنب دول بدوس عليهم بالشكل ده. عندي حذف سلسلة الرسائل وحل الموضوع بسلسلة الرسائل، فأنا أقول له حذف سلسلة الرسائل مثلا بالشكل ده، وبعدين أقول له حذف، على طول اتشالت لي زي ما احنا شايفين كده. يبقى احنا اتعلمنا ازاي ان احنا نضيف تعليق في تطبيق الاكسل على الجوال. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.